الخشوع والصلاة. يؤكد القرآن على الدور الكبير للخشوع في المحافظة على الصلاة، لأن كثير من المسلمون لا يلتزمون بالصلاة على الرغم من محاولتهم المتكررة، لأنهم يفشلون في المحافظة عليها لأنهم فقدوا الخشوع. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، سورة البقرة. وهكذا يتبين الدور الكبير للخشوع في الصلاة. ولذلك ربط القرآن بين الصلاة والخشوع. والعجيب أن القرآن في هذه الآية ربط بين الصبر والخشوع، وقد وجد العلماء بالفعل أن التأمل يزيد قدرة الإنسان على التحمل والصبر ومواجهة الظروف الصعبة. والله أعلم.